من السبت إلى الاثنين حتى الثلاثاء جلسة التصويت على الكابينة الوزارية صارت تتنقل بين الأيام، رغم تأكيد أطراف من التنسيق قبل أيام عزمهم على تمرير التشكيلة الوزارية قبل تظاهرات الذكرى الثالثة ليوم 25 من تشرين الحالي. لكن شنو الأسباب اللي خلت الجلسة تزحف يوم بعد يوم؟ والأخبار اللي خرجت قبل التنسيق أو من قبل التنسيق قبل أيام كانت تتحدث أن السوداني رتب وضعه قبل التكليف واختار الأسماء وأجر المقابلات وحسم الموضوع وما بقى غير يدوس ستارت. أولى التسريبات قالت بأن قائمة الوزراء لم تحسم والذي اكتمل لن ولم يصل إلى نصف زائد واحد حتى تسمح بتمريرها في جلسة برلمانية مرتقبة. أما ثاني التسريبات تحدثت عن ذات الموضوع لكن من جانب آخر وهو بأن التنسيقي دخل بخلاف عميق على الوزارات والحصص وأبرز الاعتراضات صارت على الوزارات السيادية تحديدا اللي بها خبز زينة وأيضا محاولة إحياء مناصب جديدة ألغيت وأعيدت وزارات مرة أخرى كانت مدموجة في سنوات سابقة. في حين ما يؤكد ذكر أو ما تحدثنا عليه أو ما يؤكد ما ذكرناه أولاً هو تغريدة السيد عمار الحكيم أمس اللي قال بها الوزارات ليست مكاناً للتجربة ويجب اختيار الوزراء على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية. أما ثانيها دخول الإطار في اجتماع اليوم عقد بمنزل فالح الفياض بحضور جميع قيادات الصف الأول بحسب مصادر مؤكدة. ننتظر شنو الممكن أن يخرج به. بالمقابل قضية تأجيل جلسة تمرير الكابينة الوزارية يخلي العيون تذهب نحو ما أشار إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى اللي تحدث عن ثلاث سيناريوهات متوقعة حول تشكيل الحكومة من قبل رافضيها خلال الأيام القادمة واللي توقعت بين عملية إعطاء مدة للحكومة من خلال الصمت الصدري في أولى السيناريوهات مدة معينة أو إرضاء الصدر بإعطائه حق الفيتو في السيناريو الثاني أو الذهاب إلى المواجهة الشعبية في ثالث التوقعات لذات التقرير. فمتى ستحصل جلسة تمرير الوزراء على الضوء الأخضر للمرور بسلام والمكلف سيحلف قريباً؟